وبالعودة مشاهدينا إلى فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي والذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينضم إلينا الزميل محمد الحداد من مقر انعقاد المؤتمر. أرحب بك محمد وإليك الكلمة. نعم دانا، أرحب بك وأرحب بكل السادة المشاهدين من مقر انعقاد المؤتمر العام رقم 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر هذا العام يحمل عنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية، وتدور أحداثه وفعالياته حول عدة محاور. يمكن بدأنا الجلسات منذ الساعة 9 صباحا، وكانت هناك جلسة تحت عنوان الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، وأيضا هناك محور آخر للجلسات وهو عوامل بناء الدول، والمحور الثالث الذي تدور حوله الجلسات هو فقه الدول وفقه الجماعات. تحدث خلال الجلسات السابقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأيضا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد كبير من العلماء وأعضاء الوفود البحثية الذين أتوا إلى هنا خصيصا إلى القاهرة للمشاركة في هذه المؤتمر من أكثر من 55 دولة، حوالي 150 عالم في مختلف المجالات جاءوا إلى هنا وهم وممثلي الوفود والمؤسسات الدينية والبحثية من مختلف دول العالم الإسلامي. هذا المؤتمر يمتد لمدة يومين، اليوم الثاني سوف يحمل جولة ميدانية لزيارة معالم القاهرة الحضرية، سوف يقوم المشاركون في هذا المؤتمر بهذه الجولة في اليوم الثاني للمؤتمر، وأيضا سوف يحمل معه جلسة للواعظات عن دور المرأة في تأسيس بناء وترسيخ بناء الدول. هذه الجلسة للواعظات التابعات لوزارة الأوقاف المصرية، وأيضا هناك ورش عمل متعددة يحملها هذا المؤتمر في فعالياته، ورشة عمل عن دور الإعلام الوطني في بناء الدول، وأيضا دور القيم والأخلاق في بناء الدول، وأيضا دور الشباب في بناء الدول، وسوف يكون هناك نموذج لشباب الأئمة في وزارة الأوقاف سوف يقومون بالحديث خلال هذه الورشة. من المنتظر أيضا خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر أن تكون هناك الجلسة الختامية وتلاوة التوصيات، وسوف يتم الإعلان عن وثيقة القاهرة للمواطنة والتي سوف تحمل أهم التوصيات التي سوف تخرج من جلسات هذا المؤتمر. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وعودة إليك دانا في الاستوديو. أشكرك زميلي العزيز محمد الحداد مراسل إكس نيوز، شكرا جزيلا لك.